في الرسالة السامية التي وجهها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى الحجاج المغاربة بمناسبة سفر أول فوج منهم إلى الديار المقدسة لموسم 1445، وتلاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق بمطار الرباط سلا، دعا أمير المؤمنين الحجاج المغاربة إلى تمثيل المملكة في موسم الحج أكمل تمثيل متحلين بقيم الإسلام المثلى من أخوة صادقة وتسامح شامل وتضامن فعال. وقال جلالة الملك: نخاطبكم من منطلق حرصنا الدائم على رعاية المقدسات الدينية، وإظهار حرصنا الفائق على أن تمثلوا بلدكم المملكة المغربية في موسم الحج العظيم أكمل تمثيل، متحلين بقيم الإسلام المتلى من أخوة صادقة وتسامح شامل وتضامن فعال. وحث أمير المؤمنين الحجاج المغاربة على تمثيل المغرب وتجسيد حضارته العريقة التي اشتهر بها الأسلاف على مر التاريخ في الوحدة والتلاحم والتشبث بالمقدسات الدينية والوطنية القائمة على الوسطية والاعتدال والوحدة المذهبية. ودعا جلالته الحجاج إلى أن يكونوا سفراء للمغرب في إعطاء هذه الصورة الحضارية المضيئة، مذكرا إياهم بأن هذه القيم والثوابت هي التي جعلت المغرب ينعم بالأمن والاستقرار ويواصل مسيرته الظافرة بقيادة جلالته الرشيدة نحو المزيد من التقدم والازدهار. وفي سياق متصل أشار جلالة الملك إلى ما يتطلبه القيام بفريضة الحج في هذه البقاع المقدسة من تقيد والتزام بالتدابير التنظيمية التي اتخذتها السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة التي توفر لضيوف الرحمن كل أسباب الاطمئنان. وأضاف جلالته أن هذه التدابير تتوخى جعل موسم الحج يتم على ما يتعين أن يكون عليه من نظام وانتظام. لا يخفى عليكم ما يتطلبه القيام بفريضة الحج في تلك البقاع المقدسة من تقيد والتزام بالتدابير التنظيمية التي اتخذتها السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، موفرة لضيوف الرحمن كل أسباب الاطمئنان لجعل موسم الحج يتم على ما يتعين أن يكون عليه من نظام وانتظام وأمن وأمان، بتوجيهات سامية من أخينا الأعز الأكرم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية، متعه الله بالصحة وطول العمر وشد أزره بولي عهد أخينا الأعز الأبر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وأطال عمره. وأعرب جلالته في هذا الصدد عن عميق اعتزازه وبالغ إشادته بالعلاقات الأخوية التي تجمع بين المملكتين والشعبين الشقيقين. بالموازاة مع ذلك ذكر جلالة الملك بما يتطلبه أداء فريضة الحج من احترام الترتيبات والتوجيهات التي وضعتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حرصا منها على توفير شروط الراحة في الحل والترحال وتمكين الحجاج المغاربة من الأداء الأمثل للمناسك بفضل ما وفرته لأفواج الحجاج في الديار المقدسة. وأضاف صاحب الجلالة أن الأمر يتعلق بأطر متعددة الاختصاص ترافق الحجاج المغاربة منذ مغادرتهم أرض الوطن وإلى عودتهم، من فقيهات وفقهاء موجهين ومرشدين وأطباء وطبيبات وممرضين ساهرين على صحتهم، ومن إداريين قائمين على مدار اليوم بتقديم الخدمات الضرورية التي يحتاج إليها الحجاج.
كما ذكر جلالة الملك الحجاج المغاربة بما عليهم من واجب الدعاء لجلالته بدوام النصر والتأييد وموصول العمل السديد وموفور الصحة والعافية لجلالته ولأسرته الشريفة، وأن يريه في ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن ما يسر القلب ويقر العين، وأن يشمل برحمته ورضوانه كلا من جده المقدس ووالده المنعم جلالة الملك محمد الخامس وجلالة الملك الحسن الثاني أكرم الله مثواهما، وأن يحيط المغرب بحفظه وعنايته ويكلأه بعين رعايته. ودعا أمير المؤمنين الحجاج إلى الدعاء لجلالته. لا تنسوا أن تدعوا خير الدعاء لملككم الصاهر على أمنكم وازدهاركم وعلى وحدة وطنكم وصيانة سيادته وكرامته وإحلاله المكانة اللائقة به في محيطه الإقليمي وعالمه الإسلامي. وأضاف صاحب الجلالة: حرصوا رعاكم الله وأنتم بالديار المقدسة خلال أيام الحج على أداء مناسكه بأركانه وواجباته وسننه ومستحباته، وعلى أن لا يمر وقت من أوقاتكم الثمينة إلا وأنتم في دعاء واستغفار وذكر وابتهال لتفوزوا بما وعد الله به المؤمنين من جزاء على أداء الحج المبرور، ومصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صاحب الجلالة: لا شك في أنكم تتطلعون إلى تلبية أشواقكم الروحية في هذا الموسم العظيم بالقيام بزيارة المسجد النبوي الشريف بمدينة المنورة والوقوف بكل توقير وخشوع أمام خير الأنام وخاتم الأنبياء والرسل الكرام جدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. وذكر جلالته الحجاج المغاربة بما يقتضيه هذا المقام من خشوع وابتهال وتوقير وإجلال لنبي الرحمة المهداة والنعمة المسداة رجاء الفوز بما وعد الله به كل من صلى وسلم عليه.